الشثري سننهل من وصايا مع الشثري سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء بها الشثري يبين للبرايا هكذا وينصح للأحبة تمر علينا آيات متعددة فيها كلمات متقاربة في اللفظ لكنها متباعدة في المعنى فانظر في لقائنا السابق كيف تكلمنا عن كلمة آخر وآخر وقد وردتا في سورة واحدة ولكل منهما معنى مستقل انظر في قوله في سورة الصافات ثم دمرنا الآخرين بمعنى المغايرين وقوله وتركنا عليه في الآخرين يعني وضعنا حجة وبلاغا وعبرة وعظة لمن سيأتي بعدهم أي المتأخرين هذا اليوم سأستعرض لكلمات أخرى فيها مقاربة في اللفظ ومغايرة في المعنى فمن ذلك كلمة الأمور والأوامر فهاتان كلمتان كلاهما جمع لكلمة أمر لكن كلمة أمر مرة تأتي بمعنى الطلب فيكون جمعها أوامر ومرة تأتي بمعنى الشأن فيكون جمعها أمور وسأورد بعض الآيات التي وردت بهذين اللفظين انظر مثلا فيما يتعلق بالأمور التي بمعنى الشأن قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وقوله جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقوله سبحانه وتعالى عن المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون وفي قوله سبحانه ولله عاقبة الأمور في قوله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فكل هذه الألفاظ يراد بها الأمور بمعنى الشأن ومن أمثلتها في قوله جل وعلا وما أمر فرعون برشيد أي ما شأنه ومثله في اللفظ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره أي بقضائه وتدبيره ومثله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقول سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وفي قوله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يعني في شأننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقول سبحانه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وقوله عن أهل النفاق يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله وفي قوله جل وعلا وشاورهم في الأمر وقوله وكان أمر الله مفعولا وبينما يأتي لفظ الأوامر جمع أمر بمعنى طلب الفعل وهذا قد ورد في عدد من الآيات منها قوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالأمر في هذه الآيات يراد به الطلب طلب الفعل
من الألفاظ التي بينها تقارب في اللفظ ولكن بينها تباعد في المعنى عند بعض أهل العلم دون جميعهم. يعني هذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف، لفظة إخوان وإخوة، فهاتان اللفظتان وردتا في كتاب الله جل وعلا. قد قال طائفة بتماثلهما في المعنى، بينما قال آخرون إن لفظة إخوان تصدق على الذكور فقط، بينما إخوة تصدق على الذكور والإناث. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقول سبحانه: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. وقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بينما قال في آيات المواريث: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولفظة إخوة كما تشمل الذكور تشمل الإناث. ومثله في آخر هذه السورة في قوله عن الإخوة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من المطيعين لأمره ممن يقسم لنا الأمر الرشد في دنيانا وآخرتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهائي، بها الشثر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائي. قضايا أو هموم أو حكايا بها تبيان داء أو دوايا.